انتبهوا، حذر ان يقع احد. حذر الانزلاق. انتبه 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 الا يقع في الوادي. تعال لا تخاف. جيدا، هناك خيمة حراس الجبل وثمة جنود يحرسون، عددهم ليس ضئيلا، وهذه قرية الرقيم. الكهف يقع على مقربة من هنا، موقعه إلى الأسفل قليلا. يوجد عند الكهف عدد من الحراس، يجب أن نتخلص منهم بهدوء ودون ضجيج. جاهزون؟ لننطلق. حسن هيا بنا، هيا بنا أولادي بهدوء. ناولني الفأس.
هيا أضيء المشاعل إلى توجهنا على الكهف. أسرعوا أيها الرجال إلى الكهف. أسرعوا أيها الرجال إلى الكهف. أسرعوا الرجال هيا قادمون. أسمعوا علينا الذهاب حالا. سرعان ما يصلون. اهرب اهرب اطوس. أسرع 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 الجنود. ولكن يجب أن يقاتلوا أولا. وعددهم كبير لا يمكن مواجهتهم. هيا بنا هيا بنا. أسرع الجنود لنذهب. لا أدري. تبا لك. لنلحق بهم. لا جدوى من ذلك. لا جدوى من ذلك في جنح الظلام. احملوا الجثث وليبقى أربعة جنود للحراسة وليتبعن الباقون. أمسك به جيدا. هذا يقي الجرح من التعفن. رغم كل هذا الجهد لم نحصل على نتيجة. بطرس قل ما بك. أنا آسف لأنني لم أنجح في إنقاذ السيد ماكسيميليان. لقد بذلنا ما في وسعنا فلم ننجح، فلا جناح علينا. لكنه عرض حياته للخطر من أجلي. أجل أجل أتذكر ذلك جيدا. وأنا أيضا يا جالوس لم أنسى ذلك اليوم ما حييت.